بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 60. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في شرح زاد المستقنع لاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أنه إذا دخل شهر رمضان وجب الصوم على كل مسلم مكلف قادر. نعم. فقوله قادر يخرج به غير القادر، وهو على نوعين: غير قادر يرجى زوال المانع عنه في المستقبل، فهذا يفطر في الوقت الحاضر ويقضي إذا زال عذره من أيام أخر، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح للمسافر وأباح للمريض أن يفطر في من رمضان وأن يقضي بدل ما أفطراه من أيام أخر. والحالة الثانية أن من لا يقدر على الصيام لا يرجى زوال المانع في المستقبل عنه. وهذا كالكبير الهرم، فإن الكبر لا يرجى زواله، وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء، فهذا لا ينتظر منه القضاء، فيجب عليه أن يقدم الفدية بدل الصيام، وهي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع، كيلو نصف عن كل يوم، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى يطيقونه أي لا يستطيعون الصيام لكبر أو مرض مزمن. فيخرج عن الصيام إطعام مسكين عن كل يوم، سواء أطعم عن كل يوم في يومه أو جمع عدد الأيام وأخرج عنها الطعام عن كل يوم كيلو نصف، ويخرجها دفعة واحدة أو يفرقها على الأيام، وسواء دفعها لفقير واحد أو دفعها لعدة فقراء، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. نعم. قال: وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. يسن الفطر للمريض الذي يضره الصيام، لقوله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك المسافر الذي يباح له أن يقصر أو يستحب له أن يقصر الصلاة الرباعية، فإنه يستحب له أن يفطر، فإفطاره أفضل لهذه الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لكن لو صام المريض أو صام المسافر أجزأه الصيام على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، فإذا تكلف وصام وهو مريض أو صام وهو مسافر فصيامه صحيح، ولكن فطره أفضل،
قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. نعم. قال: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. لو نوى الصوم وهو مقيم وصام أول النهار ثم سافر في أثناء النهار فله أن يفطر، لأنه يصدق عليه أنه مسافر، والله جل وعلا يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن أكمل هذا اليوم الذي صام أوله وهو مقيم ثم سافر في أثناءه، لو أكمله كان أحسن وأحوط. وإن أفطر في أثنائه بعد خروجه من البلد فإنه يباح له ذلك، يباح له الفطر لأنه صار مسافرا. نعم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. كذلك الحامل والمرضع إذا احتاجتا إلى الإفطار تفطران، لأنهما يدخلان في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعليهما القضاء من أيام أخر، هذا لا خلاف فيه أن عليهما القضاء، ولكن الفدية إن كان الفطر خوفا على أنفسهما من مشقة الحمل فإنه ليس عليهما فدية، يكفي القضاء. وإن كان الخوف على ولديهما فقط، على الحمل وعلى الرضيع، فإن عليهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. فالحاصل أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فليس عليهما إلا القضاء، وإن كان الإفطار خوفا على غيرهما، خوفا على الحمل أو على الرضيع، فعليهما شيئان: الشيء الأول القضاء، والشيء الثاني الإطعام عن كل يوم مسكينا. نعم. والفرق بين الحالتين شيخ؟ الفرق بين الحالتين أن التي تخاف على نفسها هذا مثل المريض ومثل المسافر، ليس عليه إلا القضاء لأنه يخاف على نفسه، الصيام يشق عليه يعني هو. إيه نعم. وأما إذا كان الخوف على غيرهما فإنهما يلزمهما مع القضاء يلزمهما الإطعام، لأن الخوف ليس عليهما هما وإنما على غيرهما. نعم. قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لو نوى الصيام من أول النهار ثم أغمي عليه جميع النهار أو أصابه جنون في جميع النهار فإنه لا يصح صومه لفقدان العقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. أما لو أفاق جزءا من النهار زال عنهما الجنون أو الإغماء ولو لحظة من النهار فإنه يصح صيامهما، لأن الجزء الذي أفاق فيه عادت فيه نية الصيام، عادت فيه نية الصيام، بخلاف الذي أغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار فإنه لا يصح صومه لعدم وجود النية من المغمى عليه والمجنون الذي فات عليه النهار وهو لم يفق. نعم. لا إن نام جميع النهار، خلاف النوم، فلو نوى الصيام ثم نام جميع النهار صح صومه، لأن النائم معه عقله وإدراكه، فالنوم أخف من الجنون ومن الإغماء. نعم. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط.
نعم، تقدم أنه إذا أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، حتى ولو كان ناويا الصيام من الليل قبل أن يصيبه الإغماء فإنه لا يصح صومه، لأنه مضى عليه النهار وهو لم يفق، فلم يكن هناك نية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فعليه القضاء، عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة، لأن هذا الشيء لم يتعمده. نعم. قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. من شروط صحة الصيام النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو ترك الطعام والشراب والمفطرات كل النهار لكنه لم ينوي الصيام فإن هذا لا يكون صياما ولا يؤجر عليه لعدم النية. فالنية لا بد منها في الصيام. والصائم له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الصيام له حالتان، الحالة الأولى أن يكون صيام فرض كصيام رمضان، صيام الكفارة، صيام النذر، صوم الواجب، هذا لا بد أن تكون النية من الليل قبل طلوع الفجر، لا بد أن توجد النية قبل طلوع الفجر ليكون جميع اليوم على نية للصيام ولا يمضي منه فترة ليس فيه نية للصيام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. أما إذا كان الصوم نافلة فإنه يصح بنية من النهار، فلو أصبح وهو لم ينوي الصيام لكنه لم يأكل ولم يشرب، لم يأكل ولم يشرب لكنه لم ينوي الصيام في أول النهار ثم نواه في أثناء النهار صح ذلك في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيته فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: إني إذا صائم. فدل على صحة نية صوم النفل في أثناء النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى في أثناء النهار في هذه الحالة، ولأن النفل أوسع من الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. كذا يا شيخ، لا نية الفرضية؟ لا نية الفرضية يعني إذا نوى صيام رمضان كفى أنه من رمضان، ولا يقول أصوم هذا اليوم على أنه فرض وينوي على أنه فرض أو أنه نافلة، هذا لا دخل له في النية. نعم. قال: أحسن الله إليكم. قال: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته وسأل هل فيه شيء يؤكل قالوا: لا. قال: إني إذن صائم. فدل على أنه يصح النفل بنية من النهار في أي وقت من النهار قبل الزوال أو بعده. نعم. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. لو قال: أنا أبا صوم بكرة. نعم. فإن كان غدا من رمضان فإنه يكون من رمضان، وإلا فإنه يكون نافلة. لو نوى قبل ثبوت رؤية الشهر أنه سيصوم هذه الليلة، فإن كان من رمضان فإنه يكون من رمضان، وإلا فإنه يكون نافلة. لم يجزئه هذا الصوم لأنه نية مترددة، نية مترددة، فلم ينوي فرضا أو واجبا وإنما هو متردد، والنية لا يجوز التردد فيها ولا التعليق فيها. نعم. قال: ومن نوى الإفطار أفطر. نعم. لو كان صائما من رمضان، صائما صوما واجبا سواء في رمضان
أو خارج رمضان كمن يصوم قضاء أو كفارة أو نذرا ثم نوى في أثناء النهار أنه يفطر فإنه يبطل صومه بنية الإفطار ولو لم يأكل ولم يشرب ولم يأخذ مفطرا، لأنه قطع النية، لأنه قطع النية. والصوم إنما يصح مع استمرار النية، صوم الفرض إنما يصح مع استمرار النية، وهذا مضى عليه وقت وهو قد قطع النية فيه، فإنه يفطر بمجرد نية الإفطار، هذا في الفرض. أما في النفل فلا ينقطع إلا بالأكل أو الشرب أو ما يفسد الصيام، مجرد النية للإفطار في النفل لا تقطعه، وإنما هذا في الفرض خاصة، لأن النفل يصح بنية من النهار كما سبق، فلو عاود النية واستمر صح نفله. أما الفرض فلا، إذا نوى الإفطار أفطر بمجرد النية لأنه قطعها ومضى وقت من النهار من غير نية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم، الصوم له مفسدات ومبطلات، وهي تنقسم إلى قسمين: ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، والقسم الثاني ما يفسد الصوم فقط ولا يوجب الكفارة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال: من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها. نعم، المفطرات على قسمين: قسم داخل إلى جوفه وقسم خارج من جوفه. فالقسم الأول هو الذي يدخل إلى جوفه، الأكل والشرب، إذا أكل أو شرب متعمدا فإنه يبطل صومه، لقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنه في هذه الأثناء يترك الأكل والشرب، فلو أكل أو شرب متعمدا بطل صومه. أما إذا أكل أو شرب ناسيا أو مكرها على الأكل والشرب فإنه لا يبطل صومه، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذا لو أكره على الأكل والشرب فإنه لا يبطل صومه، لأن المكره لا ينسب إليه فعل، ولأنه ليس له اختيار في هذا الأكل والشرب وإنما هو مجبر عليه، فإنه لا يبطل صومه بذلك. ومثل الأكل والشرب كل ما يدخل إلى الجوف، كل ما يصل إلى الجوف، وذلك مثل إدخال أي مادة من أنفه أو من فمه أو من أي مكان من جسمه ينفذ إلى الجوف، إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع وصل إلى حلقه أو إلى جوفه مختارا ذاكرا لصومه فإنه يبطل، لأن هذا بمعنى الأكل وبمعنى الشرب. ومثله الإبر المغذية، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، إذا أخذها وهو صائم
ذاكرا لصومه غير ناس، أو أخذها مختارا غير مكره، فإنه يفطر بها لأنها مثل الأكل ومثل الشرب. وكذلك الإبر التي تحقن في الوريد لأنها تخالط الدم وتسير في الجسم وتنفذ إلى الجوف، فإنها أيضا تفطره. أما الإبر التي تكون في العضل أو تحت الجلد فهذه لا تفطر الصائم لأنها لا تنفذ إلى الجوف، ولكن تركها إلى الليل أحوط له. وقالوا مثلها الاكتحال في العينين أو القطرة في العينين أو في الأنف، فإنها أيضا تتسرب إلى الحلق ويجد طعمها في حلقه، فإذا فعلها متعمدا ووصلت إلى حلقه ووجد طعمها في حلقه فإنه يفطر. أما إذا فعلها ناسيا أو مكرها فإنها لا تؤثر على صيامه. نعم. قال: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. هذا ما ذكرنا غير الإحليل، وهو قصبة الذكر، لأن قصبة الذكر لا تنفذ إلى الجوف وإنما تنفذ إلى المثانة، فلا تنفذ إلى الجوف. فلو أدخل شيئا من قصبة الذكر فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه لا يصل إلى جوفه. هذا في الإدخال. الإخراج: أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم. نعم، هذه الأشياء تسمى مخرجات من الجوف إذا أخرجها باختياره، وذلك كالاستفراغ وهو القيء. إذا تعمد واستقاء فإنه يبطل صومه، أما إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فإنه لا يؤثر في صيامه. وكذلك من الإفراغات التي تبطل الصيام استخراج المني، استخراج المني بجماع أو بمباشرة أو باستمناء، وهو ما يسمى بالعادة السرية، فإن هذا يفسد الصوم. استخراج المني بهذه الطرق يفسد الصوم، وإن كان بالجماع فهو مع إفساده للصوم يوجب الكفارة أيضا كما يأتي. نعم. وكذلك من المفطرات بالاستخراج الحجامة، وهي استخراج الدم بواسطة المحجم. والحجامة علاج معروف عند العرب وفي الطب النبوي، فإذا أخرج الدم من جسمه بحجامة أو بفصد أو بسحب بالطرق الحديثة، وما يسمى سحب الدم للإسعاف أو للتبرع به، فإنه يفطر. قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فدل على أن الحجامة تفطر الصائم. وكذلك ما كان مثل الحجامة مثل الفصد ومثل سحب الدم بالطرق الطبية المعروفة الآن فإنها بمعنى الحجامة فتبطل الصيام. أما استخراج الدم اليسير للتحليل مثلا فهذا لا يؤثر على الصيام لأنه ليس مثل الحجامة، فإذا أخذ نوعية من الدم أو عينة من الدم يسيرة للتحليل فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه ليس بمعنى الحجامة. وكذلك لو انجرح أو خلع ضرسا يؤلمه في أثناء الصيام ونزف منه دم فإن هذا لا يبطل صيامه لأنه بغير اختياره ولأنه ليس بمعنى الحجامة. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم لأن الدم يصل إلى حلقه أو لمجرد فعله؟ الحاجم لأنه أخرج الدم الذي به قوته
أخرج الدم الذي به قوة جسمه فيفطر بذلك، والمحجوم لأنه يمص الدم ويطير إلى حلقه، لأنه يمص القرن الحاجم الحاجم نعم الحاجم، لأنه يمص الدم فربما يطير إلى حلقه شيء منه فيفطر ويفسد ذلك صيامه. نعم صلى الله عليكم. والمحجوم لأنه سحب دمه. نعم. قال عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها. إذا فعل هذه الأشياء، أكل أو شرب أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع أو احتجم ناسي ذاكرا لصومه، فإنه يبطل لأنه فعله متعمدا وليس له عذر. أما لو فعل هذه الأشياء وهو ناس للصيام فليس عليه شيء، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية لقائنا في شرح زاد المستقنع الاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.